طبعا محافظة اسكندرية من المحافظات المعروفة طبعا في وقت الشتاء وفصل الشتاء بسقوط الأمطار والنوات. بتشهد دلوقتي سقوط أمطار وحالة من الطقس غير مستقر، كمان في اضطراب في حالة البحر، وده بالتزامن مع نوة باقي المكنسة. طبعا من المعروف ان نوة المكنسة بتيجي امتى؟ بتيجي 16/11، ده لو ما كانش ميعادها اتغير بسبب التغيرات المناخية. باقي المكنسة لان هي بتستمر نوة المكنسة 4 أيام وبعدين تفصل أسبوع وترجع مرة تانية. بكل تأكيد الجهات المعنية في المحافظة أعلنت رفع حالة الطوارئ وانتشار عربات الصرف لشفط المياه من الشوارع. نعرف تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير يا أستاذ، صباح الخير على حضرتك وأستاذ زمانة والسادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. مواعيد النوات وجدول النوات هل هو ثابت ولا اتغير بسبب التغيرات المناخية؟ لا، زي ما قلت يا أستاذ شاذلي، طبعا التغيرات المناخية مأثرة جدا علينا دلوقتي، وبقت التوقيتات مختلفة خالص، وكميات الأمطار بتزيد بشكل يعني مضطرد كل سنة عن اللي قبلها. وكل الأجهزة طبعا من ساعة ما جالنا الإنذار من هيئة الأرصاد، كل أجهزة تنفيذية في المحافظة يعني رفع حالة الاستعداد ومستعدة للأمطار، ومستمرين في رفع الحالة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار إن شاء الله. طيب سيادة اللواء، بعد التحية حضرتك ذكرت أنه كميات الأمطار بتزيد بشكل مضطرد كل سنة عن اللي قبلها، وحضرتك كمان تحدثت أنه في استعدادات بتقوموا بيها، ممكن حضرتك تعرفنا على أبرز هذه الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الأمطار والتغيرات في الطقس بشكل عام؟ حضرتك بنبدأ في الاستعداد كشركة صرف صحي اسكندرية، أن احنا بنجهز نفسنا من نهاية الشتاء بتاع العام السابق للشتاء بتاع العام الحالي، بتطهير كل شنايش الامطار ومطابق اللي هي بتاعه الصرف الصحي اللي بتستقبل مياه الصرف الصحي ومياه الامطار. بنتكلم على 150 الف مطبق وشنيشه، بنتكلم على تجهيز المصبات اللي موجوده على الكورنيش، بنتكلم على تجهيز السيارات والمعدات اللي بتعمل معانا اثناء النوه. ويمكن احنا يعني اتوفر لنا الاسكندريه خلال العام الحالي اضافه جديده للتعامل مع الامطار. دوله رئيس الوزراء وافق على بدايه تنفيذ المرحله الاولى من استراتيجيه فصل مياه الامطار مياه الصرف الصحي. الاستشاري بتاعنا كليه الهندسه جامعه اسكندريه، واللي بينفذ المشروع ده عناصر تابعه للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. عظيم. سيادة اللواء، هل تلقيتوا أي بلاغات من الناس بتجمع لمياه الأمطار في أماكن؟ هل الرجال اللي بيساعدوا في صرف مياه الأمطار هل هم موجودين في الشارع باستمرار، ولا لما بيكون في، طبعا في أقصد في فترة النوة، ولا لما بيكون في حاجة أو في بلاغ بينزلوا؟ حضرتك زي ما بقول لحضرتك كده، أول ما جينا الإنذار من هيئة الأرصاد الجوية بننزل معداتنا ورجالتنا كلنا كتنفيذيين في الشارع موجودين على أرض الواقع لحين انتهاء الاستقرار. إحنا بنشتغل بنظام ال 12 ساعة للعاملين كلهم، المحطات كلها رافعه درجه الاستعداد، بنتكلم على 200 محطه. وحضرتك احنا يعني امبارح يمكن تحديدا بقى بدات حوالي الساعه 10:30 كده امطار خفيفه الى متوسطه على معظم الاحياء في محافظه الاسكندريه. زادت الحده شويه في الغرب في احياء العجمي والعمريه، وصلت الى امطار غزيره على العمريه والعجمي، وحصل بعض التجمعات والعناصر اللي موجوده اتعاملت معاها، وبفضل ربنا كده الامور كويسه ومستقره. يمكن على الساعة 4 الحمد لله كان مفيش أي تجمعات على مستوى المحافظة بالكامل، مع كل البلاغات اللي بلغ بيها عناصرنا اللي موجودة في أرض الواقع، عناصر التنفيذية في المحافظة تم التعامل معها. كل الشكر لك يا فندم اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، شكرا جزيلا لك.